السلام عليكم شباب. نيل هيرمانس مباشر من الطيور اللي انقرضت واساسا هي قليله موجوده بالعالم. هاي الطفلات من هذا الطير. ان شاء الله جسمانيه تكون شيء حلو. الطير ما مخدوم شوي بس هو طير بس بشال. طير رنجي. طبعا من الفرخات جايبين جابوا لنا الولد. ان شاء الله هيرمان كوستر مباشر. هبه ما شاء الله. من مواصفات من جسم من ريشه ناعمه ان شاء الله الطير كلش حلو. وهي الشهاده مات ابن 029. هذا 029 اخ 030 ابن العش ماله. نيست براذر 030. نيست براذر اخواني يعني معناته ابن العش ماله. والهمايه بنت 802 اللي هو ابن الجلبرت اخوانها معروف الطير على اخت البولت. ما شاء الله بشهاده فول وانا ماكو هاي الشاهد بعد انقرضت انتهى موضوعها بالنسبه لنا.